هل تعتقد بأنه تصاعد قوة تركيا هي ما تجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحترم أردوغان؟ يعني شاهدنا فيديوهات في الشهور السابقة لإهانة توجه من قبل بوتين لرؤساء دول هامة للغاية مثل الرئيس الفرنسي الرئيس الألماني، لكن مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع مختلف مع بوتين. حتى طلبات الرئيس أردوغان حال الأزمة الأوكرانية بوتين يستجيب لها، والدليل على هذا الأمر فتح ممرات إنسانية في مدينة ميريبول بعد تدخل الرئيس أردوغان. بماذا تعلق على هذا الأمر سيد أحمد؟ ما كما قلنا الزعلاء أن أي رئيس بيستمد قوته مما يمتلكه. نحن نمتلك بداية نمتلك العقيدة، وهذا على رأس الأولويات، والمسلم هو عقيدة. يعني بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، إن الإنسان يقوي نفسه، وهذا ما يحدث